كل سنة وانتم طيبين. سنة 2019 نحن حكينا عن 6 أبراج أكثر حظا، حنكمل الباقي 6 أبراج الأقل حظا بالنسبة لل 2019. طبعا هنبلش في برج العقرب. البرج العقرب بيته الثاني هو بيت الجوبيتر، عنده هو بيت المال، بيت الممتلكات، بيت العقارات، بيت الميراث، بيت القروض. يعني اللي حابب يسحب قرض مالي السنة دي هيكون ناجح عنده. سنة فيها مناصب لأولاد البرج العقرب، ابنه أو بنته عندهم منصب، استلام منصب في العمل. عندكم للعقرب عندكم كمان أيضا ميراث أو شيء من الممتلكات تبيعوها، هتكون ناجحة إن شاء الله. في كمان حلول مشاكل الزوجية، إذا كان بين الزوجين بين أولادكم في حلول للمشاكل إن شاء الله بإذن الله. بالإضافة كمان في عندكم يعني صلح مع الناس. في أمر تاني، توقيع عقود استثمارات مالية هتكون ناجحة جدا. في أمر تاني كمان، امتلاك منزل أو عقار ممكن كمان برج العقرب السنة دي ينجح فيه إن شاء الله. بالنسبة للأشهر التعب صحيا وماليا وعاطفيا، شهر 3 وشهر 7 لبرج العقرب. بالنسبة للأنجح الأشهر بالنسبة للعمل والعاطفة، شهر 4 شهر 6 وآخر 3 شهور من السنة لبرج العقرب. برج العذراء 2019 هيكون عنده بيته الرابع الجوبيتر، هو بيت الآباء والأجداد والأسرة والأهل. طبعا هيكون عنده نجاحات كمان برج العذراء في موضوع التجارة، ناجحة عنده في مواضيع الأهل، في علاقات ممكن حب قديم هيرجع له لبرج العذراء. في عنده سفر ممكن يحن لبلده، يرجع لبلده لوطنه، ممكن يسافر كمان. في عنده نجاحات في المواضيع دي. في أمر تاني، أول بس شهر يناير، أول 15 يوم من شهر يناير في عنده شوية أوراق أو قلق شوي أو تغيير من مكان لمكان، لكن ما فيش خوف، في شوية قلق. بالإضافة كمان في عنده النساء في عندهم نجاح في مجال العمل، هيكون ناجح، ممكن يشتغلوا في دورات تعليمية ناجحة. في الأطفال عليهم يدرسوا أكتر لبرج العذراء، في شوية يجتهدوا أكتر بالنسبة لبرج العذراء. التعب العملي لبرج العذراء بشهر 2 4 7 دول الأشهر فيها تعب بالعمل. التعب المالي لبرج العذراء هيكون بشهر 4 6 وشهر 10. التعب الصحي ينتبه على صحته أكتر، شهر 4 شهر 5 شهر 7. بالنسبة لبرج الثور 2019 في بيته الثامن هيكون جوبيتر، هيكون عنده بيت الممتلكات كمان، وعنده شيء من الميراث والقروض والنجاحات وصحة أحبائه. يعني الصحة هتكون كويسة عنده أو صحة أهله هتكون أفضل بكتير إن شاء الله. في عنده شيء من الميراث، ممكن عنده شيء من الضرائب هتكون مفيدة، يعني ما بقاش في عليه ضرائب ممكن يخلص من الضرائب اللي عليه. سنة ارتياح عائلي، شفاء من كل أمراض، وخصوصا الحسد، طاقات الحسد الموجودة على برج الثور. طبعا سنة هتكون عملية أكتر ما تكون عاطفية، هي عاطفية حلوة لكن عملية هتكون أقوى واستثماراتها أكتر. في عنده تغيير بالسكن لبرج الثور. بالإضافة برج الثور انتبه السنة دي من الانفصال أو المشاكل العاطفية الزوجية، لازم ينتبه بالموضوع ده جدا عشان ما يحصلش أي انفصال أو أي خلل في المواضيع العاطفية. في بالنسبة لبرج الثور في عنده تراجع بلوتو بشهر 4 وشهر 9، يعني الأشهر دي ممكن من شهر 4 لغاية 9، الفترة دي الأربع شهور ممكن يحصل على سفر مفاجئ لبرج الثور بسبب حب، يعني سافر عشان حب وجواز، هيكون يعني جواز غير تقليدي أو غير معروف ممكن يحصل بشكل مفاجئ. العمل غير مريح هيكون بأشهر 3 4 8 10، انتبه على صحته لبرج الثور بشهر 7 8 و 12. الحوت 2019 هيكون عنده في بيته العاشر، بيت القوس أو الجوبيتر في بيته العاشر، هيكون النجاح في الشهرة، الحوت في السلطة، في المناصب العليا إن شاء الله هيكون موفق جدا فيها، في نجاحه في العمل، تغيير العمل الأفضل أو منصب في العمل أفضل. في عنده معرفة على ناس كبار ذو قيمة وذو شأن، هيكون ليه شأن في العمل ناجح جدا جدا جدا. بالإضافة للحوت عنده كمان في تغييرات من ناحية الشفاء من أمراض كان طاقة الحسد أو كده، بس هو السنة دي ينتبه الحوت ما ينغرش شوي بحظه بسبب عشان الناس مش تحسده أكتر أو تأذيه.
إضافة كمان عنده زيادة في الوزن لبرج الحوت، حيكون صحته كويسة وزيادة في الوزن عنده. في عنده تغيير في العمل أو السكن طبعا للأفضل، وحتى أصدقائه لبرج الحوت حيكون يغربي للأصدقاء، الناس الحلوة يسيبها والناس الوحشة حيمشيها. في عنده كمان تعارف على ناس جديدة ودلائل للزواج في حياته السنة دي، ونجاح مع رؤسائه في العمل والمناصب والشهرة الناجحة بإذن الله تعالى. التعب العاطفي والمالي حيكون في برج الحوت في شهر 9 وشهر 12. نجاح العملي والعاطفي حيكون شهر 4 5 6 لبرج الحوت. برج السرطان حيكون عنده في بيته السادس جوبيتر، حيعطيه بال 2019 نجاحات في الصحة والعمل وزيادة في الوزن، يعني التخين ممكن يزداد زيادة، ينتبه من الموضوع ده، والنحيف حيزداد وزنه حيكون أفضل. طبعا سنة فيها حظ من ناحية النجاح العمل ونجاح الهجرة، ممكن يسافروا كمان برج السرطان عندهم هجرة، في نجاحات كمان أرباح مالية ممكن تزبط معهم حتكون حلوة إن شاء الله، ممكن دراسات عليا كمان حتكون ناجحة، لكن ينتبهوا شوي من التشاؤم والعصبية، شوي ممكن أعدي عليهم فترات في السنة دي شوي من التشاؤم والعصبية بسبب ساترون شوي عم بيواجه في برج العقاب اللي قصاده الجدي، اللي عم بيعطيه شوي بيحمله شوي مسؤوليات وبعض التشاؤم والاكتئاب. في عنده تحسن ابنه، يعني برج السرطان اللي عنده ابنه الكبير او بنته الكبيرة حيتحسن وضعه بشكل عام. في عنده برج السرطان كمان صديق له اللي خاص بيه او بيحبه صديقه حيغنى ماليا، حيكون عنده غني لصديق برج السرطان. نجاح برج السرطان بالناحية العمل حيكون عنده من شهر 2 لشهر 10. التعب العاطفي لبرج السرطان حيكون عنده شهر 2 4 5 8 10. التعب المالي حيكون عنده شهر 4 شهر 10. صحيا حينتبه برج السرطان بشهر 1 وشهر 4 وشهر 10. برج الجدي 2019 هو في الجوبيتر عنده في بيته 12. برج الجدي بقاله السنة اللي فاتت وال 2018 اللي نحن فيها وهنخش في 2019 هتكون صعبين شوية من ناحية الضغوطات من ساترون اللي عم بيحمله مسؤوليات شوي، مع انه هو بيته الساترون او كوكبه، لكن عم بيحمله مسؤوليات شوي اكثر نوعا ما، من الصبر من المسؤوليات، اللي بيشتغل شغلة كان يشتغل شغلتين، اللي متجوز مرة صار عنده زوجتين، يعني اي حاجة فيها مسؤوليات عم بيمر فيها برج الجدي. والسنة دي كمان لبن عم بيمر فيها ساترون معاه، لكن عنده السنة دي برج الجدي عنده نجاحات في موضوع الفنون وشغل في المؤسسات كبيرة، كمان في شركات كبيرة، في مولات، بأي شركة كبيرة ناجحة إن شاء الله عنده، وحيكون عنده النجاح والفوز على أعدائه، النصر على أعدائه. في عنده حب الخفاء، الجدي عنده حب الخفاء، المتجوزين اللي جوزها برجه الجدي تنتبه إنه ما يكون في عنده حب المخفي وممكن ما حدش يحصله. كل حاجة السنة دي عنده الجدي بالمخفي، حب، عمل، جواز، شغل، ممكن سفر، لأن كمان الجدي عنده السنة دي نجاح في السفر، لازم يرتاح، لازم عنده سفر يريح دماغه، لأن الجدي السنة دي عنده عزلة عن أهله، ممكن يقعد لوحده، ممكن يكون عنده سفر يعني بشكل مفاجئ كمان، كل ده حيكون بشكل مفاجئ غير متوقع. في عنده كمان تغيير في السكن أو في العقار، ممكن يزين شقته، يغير شقته، يقعد لوحده زي ما قلنا العزلة. عنده زيادة وزن كمان برج الجدي، واحتمال النجاح عنده في عمليات التجميل بالنسبة للنساء، ممكن تنجح في عملية التجميل أو الواحدة مفكرة في عملية التجميل ممكن تعملها. طبعاً نحن بنقول الأبراج كلها كانت حلوة، بس الجدي هو فيه حلو وفي شوية تعب بسبب الساترون اللي قاعد عنده، لكن ناجح في السفر، ناجح في النصر على الأعداء، ناجح في كل حاجة إن شاء الله. بالنسبة لنجاح برج الجدي بالناحية العملية والعاطفية بشهر 5 6 8 و10 و12، دول أكثر حظ بالعمل والعاطفة. النجاح المالي للجدي حيكون بشهر يناير وشهر مارس. طبعا دي كانت آخر البرج من برج الجدي، أتمنى لكل الأبراج سنة خير وبركة وتحقيق الأمنيات إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين وسنة مباركة عليكم جميعا إن شاء الله.